اتيان الرجل زوجته وهو لا يعلم عن عادتها، وربما هي لا تدري، اكتشفت بعده. لا بارالله، يعني الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا علم أنها حاض يجب عليه أن يجتنبها. فإذا كان لا يعلم وهي لا تعلم، وهذا يحصل بأنه أحيانا في مقدمات الحيض ما يعني لا تشتبه عليه الأمر ولا تدري، ففي هذه الحال لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. المنع هو فيما إذا علم أن حائض وجب عليه أن يجتنبها، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. مسألة قريبة، المرأة يجب عليها أن تخبر زوجها بأمورها؟ طبعا. طيب. أكيد إذا كانت حائضة تعتذر منه بالمانع.